يفصل نيرف. ايوه هذه يا شباب قلنا الصبانديبيال سالفري جلال معاها الليمف نودز ومعاها الفيشل ارتري معاها الفيشل فين، قلنا هايبوغلوس النيرف. هايبوغلوس النيرف دائما بيجي يا شباب مع البوستيريور بوردر اوف دي هنا مع اللور بوردر اوف دي اوف دي بوستيريور بيلي اوف دي جاستري اللي بيجي كده ماشي مع الـ مع الـ مع البوستيريور بيلي اوف دي جاستري الهايبوغلوس هايبوغلوس النيرف. These are the important structures or contents of the digastric triangle. Digastric triangle. The carotid triangle, شباب إحنا قلنا bounded by the sternomastoid هنا anterior border والsuperior belly of omohyoid وفوق هنا عندنا posterior belly of the digastric. هذا المثلث هنا في المنطقة دي، هذا المثلث شباب معمول بالثلاث حاجات اللي ذكرناها دي. Contains the structure of the carotid sheath. Structures of the carotid sheath. Carotid sheath. عبارة عن prolongation of the deep fascia extended from the base of the skull to the root of the neck. يعني عبارة عن غمد من الديب فاشيا يمتد من القاعدة الجمجمة لحد the root of the neck وجواته ال internal jugular vein والcommon carotid والbifurcation تبعه يتفرع على external و internal وفعاهم vagus nerve. Vagus nerve. Vagus nerve. بنلقى ال vagus nerve وراهم كده بالطريقة دي، يعني ال artery وال vein وراهم vagus nerve بالطريقة دي محوطين بالشيث. فوق شوية يعني من البيز اوف سكال واحنا نازلين تحت بنلقى اكسسوري نيرف كان معاهم في الشيث، هايبوغلوس النيرف كان جوا الشيث برضو يا شباب، هايبوغلوس النيرف برضو كان انسايد. لا لا كونتنت كونتنت يعني بقول لك ايوه كونتنت، لكن اللي بتظهر لنا هنا في اللور بارت اوف ذا نيك بيظهروا لك الثلاث حاجات الكومن كاروتيد والانترنال جيجولر والفيجاس، الثلاث الكبيره بتظهر لك في اللور بارت، لكن في بدايته بدايه الشيث هو نازل بنلقى جواته كان في اكسسوري نيرف وفي هايبوغلوسال وجلوسور فارنجيال نيرف، يعني ثلاثة كرينيال نيرف هو الموجود فيه يعني على طول 10، لكن 9 و10 و11 و12 كلهم جوا جوا الشيس، لكن بيطلعوا في المستويات يعني جلوس فارنجيال اللي هو حق اسمه اللسان البلعومي حيمشي يخش الاورال كافيتي عشان يغذي اللسان اسمه كده، بيطلع يعني من فوق عشان يخش الاورال كافيتي. هايبوغلوسال هايبوغلوسال برضه بيمشي يغذي اللسان عشان كده بيطلع من الشيس من فوق، ما بلقاه تحت، انا ما بلقاه ليه؟ لانه حيمشي الماوس يعني جلوس فارنجيا نمره 9 وهايبوغلوس نمره 12، الاثنين شباب بيغذوا اللسان عشان كده بيطلعوا وهم فوق بيطلعوا يمشي الماوس يمشوا الماوس. اكسسوري نيرف بينزل شويه عشان قلنا يغذي الترابيزيس هذه والستيرنو ماستويد، هذا الاكسسوري نيرف شباب، هذا الاكسسوري نيرف اللي يقطع الفلور تبع البوستيريور ترانجل هنا، هذا الاكسسوري نيرف، هذا السباينال روت وهناك في كرينيال روت اوف سباينال اوف اكسسوري نيرف. الاكسترنال كاوتيد من جوا الكاوتيد شيف، الاكسترنال كاوتيد اوتي جوا الكاوتيد شيف، ايوه الاكسترنال البايفوركيشن تبعه يعني بدايته بتكون هناك، حتى البرانشز البدايه زي السوبيريا ثايرويد ارتريز واللينجوال الجماعه دي برضه بيكونوا بيدخلوهم مرات في الكاروتيد شيث لانه بيديهم وهم جوا الشيث، يعني هو قبل ما يطلع من الشيث بيدينا برانشز كثيره زي السوبيريا ثايرويد ارتري. دكتور تدخل التراينجل ولا كيف هي في التراينجل جوا اصلا؟ لا قصدي لها هايبوغلوسال وفنتيال هذه فوق في التراينجل فوق خالص يعني دخلت التراينجل وتفرعت ايوه يعني في التراينجل لكن في بدايه التراينجل فوق بدايه التراينجل هذه ذكرناها دي يا شباب كلها في بدايه التراينجل برا التراينجل برا الشيث يعني برا الشيث يا شباب برا الكاروتيد شيث عندنا لوب اوف نيرف يعني نيرف شكل لوب يا شباب يعني نيرف ما جاي واحد كده عامل شكل يو النيرف ده بينزل قدام الكاروتيد شيس قدام شنو قدام الكاروتيد شيس شكل يو يلف كده ويرجع هذه النيرف لوب اسمها انسا سيرفيكاليس انسا سيرفيكاليس انسا سيرفيكاليس انسا يعني لوب انسا يعني شنو يعني نيرف شكل لوب ما جاي لحاله ماشي لبسيط عامل لوب كده وتمشي منه برانشز تغذي شنو؟ تغذي العضلات اللي قلنا عليها اسمها انفراهايويد ماسس انفراهايويد ماسس هنا يا شباب اللور بارت اوف ذا سيرنوماستويد هذا يا شباب هنا اللور بارت اوف ذا سيرنوماستويد ومعاه الميد لاين اوف ذا نيك الخط ده ومعاه المايلوهايويد هنا السوبيريور بيلي اوف المايلوهايويد المثلث هنا يا شباب هذا المثلث
معمول بالميد لاين اوف ذا نيك ومعمول باللور بارت اوف ذا ستيرنومستوي ومعمول بأوموهايويد هذه مثلثين في الحته دي اسمه ماسكولار تراينجل ماسكولار تراينجل هنا يا شباب المثلث ده هنا في الحته دي هذه الستيرنومستوي وهذه السوبيريور بيلي اوف أوموهايويد ومعها الميد لاين اوف ذا نيك المثلث ده المثلث التحت ده سموه ماسكولار تراينجل ماسكولار تراينجل this triangle contains infrahyoid muscles عضلات بس اسمه muscular عادت is named denotes يعني زي ما اسمه يقول هو عضلات بس العضلات دي هي اسمها infrahyoid muscles infrahyoid معناتها الاسم معناها الاسم الثاني بيكون شنو hyoid كلها منتهية كده بسموها infrahyoid muscles زي دي هنا اسمها superior belly of omo هيويد واحده من الاسترنم يا شباب جاي لحد الهيويد هيقولوا يسموها ايش من الاسترنم لهيويد اسمها ايش استرنم هيويد استرنم طيب من الاسترنم لهذا الغضروف الدرقي اسمه ثايرويد تبقى اسمها استرنم ثايرويد استرنم ثايرويد ومن الثايرويد ده للهيويد هذا تبقى ثايرو هيويد ثايرو هيويد استرنم هيويد تحتها استيرنو ثايرويد ماسكه في الثايرويد وفي اومو هيويد سوبيريور بيلي وعندنا شباب من هنا من الثايرويد للهيويد هذه شباب ماشي من الثايرويد هذا الغضروف للهيويد اسمها ثايرو هيويد ثايرو هيويد هم مرتبين يا شباب عندنا من برا استيرنو هيويد جواته في استيرنو ثايرويد ماسكه كده في النص ومن الثايرويد الثاني لشنو لهيويد من الثايرويد لشنو؟ لهيويد يعني ثلاثة عضلات واحدة من برا واثنين جوا بنفس حجم البرة البرة طويلة اسمها استيرنو هيويد جوا في واحدة استيرنو ثايرويد وثايرو هيويد استيرنو ثايرويد ثايرو ديب لها تكون جواها تكون جوا لديب بعدك معاهم شنو؟ السوبيريور بيلي اوف هيويد السوبيريور بيلي اوف اومو هيويد كلهم مع بعض بسموه بستراب مسلز ستراب او انفرا هيويد مصر زي هما زي ديبريس هايويد بثبتوا الهايويد كده زي ديبريسي وبعد ذاك الاسترنو الثايرو هايويد دي بتقوم شنو بتعمل ديبريشن للارينكس شباب شنو الحنجرة دي اللارينكس يعني لما يحصل سولوينج ترتفع طبعا اللارينكس مع السولوينج صح اللارينكس ترتفع معها هي دي بتحول لها تخفيضها يعني شنو الاسترنو ثايرويد من فوق ماسكه يسحب. وكلهم زي ديبريس